نادي الزمالك في شكله وستايله الجديد البعيد عن المتمردين بيواصل انتصاراته في الدوري، وبشكل محسس كل اللي بيتفرجوا على ماتشات نادي الزمالك مفيش فرق كبير، مفيش اي مشكلة عند الفريق بغياب فلان في خط الهجوم او بغياب علان في خط الوسط. نادي الزمالك بيكمل بشكله المعتاد وبيقدر ان هو يجني فوز مهم جدا جدا على النادي المصري، وبيأكد مكسب امام عاشور لاعب الجديد عنده في خط الوسط. والنهارده هقول لكم ارقام مميزه قوي، مميزه جدا لامام عاشور، عشان نعرف ليه وسط ملعب نادي الزمالك لم يتاثر بغياب فرجاني ساسي على الاطلاق من ساعه غيابه، من ساعه امتناعه، من ساعه تمرده، سموها زي كل واحد يسميها زي ما هو عايز يسميها. في الاخر امام عاشور قدر ان هو يغطي الفجوه اللي كان او اللي كان يعتقد الكثيرون ان ممكن نادي الزمالك يواجهها في خط الوسط بعد غياب الدولي ايتوس. نادي الزمالك بيقدر يكسب نادي المصري 1-0 بهدف واحد من احلى الاهداف اللي شفناها السنه دي في الدوري. قذائف امام عاشور بتستمر وتتواصل مع نادي الزمالك عشان يهديه 3 نقاط جديده. النهارده كابتن علي ماهر مع نادي المصري ما قصرش في اي حاجه رغم الهزيمه. طبعا الهدف في كل الاحوال هو مهاره فرديه بحت. نادي المصري لعب مباراه جيده جدا وكان نادي ند لنادي الزمالك في فترات كتيره حتى في الشوط الاول، ولكن امام عاشور جه في توقيت قاتل في منتصف الشوط الثاني وانهى على الامور وضيق مساحه الوقت عشان النادي المصري يحاول يخرج حتى ولو بنقطه اتعد. كابتن علي ماهر لعب قدام نادي الزمالك بطريقه اقرب الى 4-1-4-1، حاول هو يحط كتله من اللاعبين في نص الملعب عشان يقفل العمق على نادي الزمالك. الزمالك بطريقته المعتاده بيلعب بال 4-2-3-1. النهارده بس يوسف اوباما وبن شرقي كانوا بيشفتوا مساله اللاعب، مش اللاعب في راس حربه صريح، ولكن بنتكلم على اللاعب الامامي. يعني الاثنين انا في وجهه نظري الاثنين كانوا فولس ناين بنسبه كبيره اكتر ما احنا بنتكلم على وجود راس حربه بمعنى راس حربه، ولكن لما كان نادي الزمالك بيحتاج راس حربه كان على طول يوسف اوباما هو اللي بيعمل الدور ده. ولكن انا عايز اتكلم عليه النهارده وتحديدا في تحليل المباراه دي وهركز عليه هو الدور اللي بيعمله امام عاشور. ليه امام عاشور مخليك كمشجع نادي الزمالك او محب الكوره بتتفرج على ماتشات نادي الزمالك مش حاسس ان الفرقه مش متاثره بغياب فرجاني ساسي؟ لكن تخيل احنا دايما بنتكلم ان طارق حامد دايما هو صاحب الورك ريت العالي في نادي الزمالك، هو اكتر لاعب في خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر بيقدر يغطي اكبر عدد من المساحات. وقلنا ان اليو ديانج لما جه للنادي الاهلي هو اللعيب اللي على شاكله طارق حامد. نادي الزمالك عن طارق حامد، نادي الاهلي عنده اليو ديانج، ولكن امام عاشور اللي بيعمل دور رقم 8 ان هو لاعب مهاري ولاعيب باسير ولاعيب دريبلر وكل اللي انت ممكن تقوله عليه عنده من مهارات، بيقدر يثبت انه عنده نفس النوعيه بتاعه طارق حامد وقالي جانج في ايه بقى؟ في الورك ريت العالي، لعيب ما بيهداش. ولكن انت تخيله امام عاشور قدام النادي المصري، قدام النادي المصري 20 استخلاص للكوره، امام عاشور قدر يستخلص الكوره من النادي من لعيبه النادي المصري 20 مره 20 مرة في وسط الملعب، سواء من كرات عالية او كرات على الارض او ان هو يريكفر الكورة بعد ما بتبقى تايهة في نص الملعب. كل ده النهاردة امام عاشور عمله الدرجة اللي وصلته للرقم 20. نادي الزمالك كان عنده يعني لحد ما مشكلة في الشوط الاول صحيح في اختراق دفاعات النادي المصري، مش شفناش فرص كتيرة نادي الزمالك، ربما حتى ابرز فرصة اللي جات للنادي المصري الانفراد اللي انقذه ابو جبل، ولكن نادي الزمالك قدر في الشوط الثاني ان هو يبدا يفتح مساحاته ويضغط نادي المصري اللي كان لحد ما حصل. يعني كل ما فريق بيلعب الاهلي والزمالك كل ما وقت بيقرب والنتيجه 0-0 بتحس ان في اقتراب لنقطه التعادل، لكن نادي الزمالك قدر في الشوط الثاني ان هو يفتح الملعب بشكل واضح جدا على النادي المصري. وشفنا ازاي امام عاشور بينزل بقى في الدور الهجومي. يعني امام عاشور خلي بالك انت بتقيس له دوره على شقين، شق هجومي وشق دفاعي. الشوط الثاني امام عاشور قبل ما النتيجه تبقى يجيب الهدف العالمي اللي جابه، امام عاشور في دوره الهجومي عمل 5 مراوغات ناجحه. بنتكلم على لعيب رقم 8 بخلاف الدور الدفاعي والرقم الدفاعي اللي انا قلته لكم 20 مره استخلص فيهم الكوره، امام عاشور بيقدر يعمل 5 مراوغات ناجحه
قدام النادي المصري. يعني ايه؟ يعني عمل 5 ترقيصات وخمس هجمات فيهم مراوغه للاعب من المصري، عدى منه سواء عدى بترقيصه او عدى بسرعته، وبالتالي بنتكلم على لاعب بيقدر يعمل الدور الهجومي بشكل جيد. امام عاشور كمان عنده ميزه حلوه قوي، ان هو اصلا كان لعيب جناح، لعب جناح كتير. فامام عاشور ساعات لما بيحب يهرب من الرقابه بياخد الكره وبيتطرف بيها، ان جهده بيخليه قادر يعمل الدور ده، ولما بياخد الكره ويتحول بيها للطرف هو نفسه بيحول نفسه للعيب جناح. كانك بالظبط كان امام عاشور استلم الكره هنا، ودي شفناها في الهدف ازاي استلم الكره هنا ورقص 2 لعيبه ودخل دخل دخل دخل، واول ما فتحت زاويه التسديد هوب جون. احمد مسعود ما شافهاش، وبالتالي ده رقم تاني بيعرفنا ليه امام عاشور زي ما هو قوي جدا جدا على المستوى الدفاعي، وبيقدر وبيقدر يفيد نادي الزمالك على المستوى الدفاعي، بيقدر على المستوى الهجومي يعمل 5 مراوغات ويجيب هدف ويعمل هذا الشكل. وبالتالي اضيف على ده رقم اخير عايز اقوله في الشق الهجومي، ان امام عاشور مش بس بيعمل الدور ده، لا ده كمان امام عاشور بيساعد في عمليه بناء اللعب من وسط ملعب نادي الزمالك. امام عاشور استلم الكوره وفي المباراة 42 مرة من زمايله، 42 مرة ده رقم كبير، و 42 مرة الاستلام كانوا 42 مرة ناجحة، وبالتالي ده بيوريني قد ايه عقلية اللعب. امام عاشور ربما في فترة من الفترات كنا بنتكلم على مشاكله اكتر ما بنتكلم على دوره الفني، بقالنا كذا مباراة بنتكلم على فنياته العالية لما اللعيب ركز، وده يورينا ان احنا قدام قماشة رائعة للاعب ممكن يفيد نادي الزمالك بشكل كبير ويفيد منتخب مصر. طبعا على الجانب الاخر النادي المصري حاول في الدقائق الاخيرة ان هو يعتمد على طبعا الكورسات العرضية بشكل اكثر من اللازم، كان خلاص الوقت بيروح منه وبدأت اللعيبة كلها تيجي نادي الزمالك. طبعا اكيد ما كانش في اي مساحة للضغط بطول الملعب على النادي المصري في الدقائق الأخيرة، فكله بدأ يتراجع لنص الملعب والنادي المصري بدأ يطير. وعايز أقول حاجة، إن برضو النادي المصري الشوط الأول الفول باكس بتوعه على طول كابتن علي ماهر كان مطيرهم، وده يوضح لنا إن الكابتن علي ماهر ما كانش بس نزل حتى في الشوط الأول إن هو يخرج بالتعادل، لا كان عايز يكسب، وفعلا طير الفول باكس بتوعه في أغلب الوقت. ويجي في نهاية المباراة طبعا اللعيبة كل الموجودين حاولوا إن هم يلعبوا على الكرات العرضية والكرات الطولية، بس ما قدروش إن هم يحققوا او يعملوا اي خطورة على مرمى ابو جبل اللي كان فايق جدا جدا في الكرات العرضية وقدر يمسكها بشكل ثابت. مبروك نادي الزمالك 3 نقاط، مبروك نادي الزمالك استمرار اداء امام عاشور المتميز، والارقام اللي انا قلتها لحضراتكم توريكم تثبت لكم ليه امام عاشور هو في الوقت الحالي هو اهم لاعب في قائمة نادي الزمالك. ده كان تحليل سريع لمباراة الزمالك والمصري، بشكركم وان شاء الله اشوفكم في مباراة الدوري الاسبوع الجاي. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.